أنا جارتكم الجديدة، سكنت هون مقابلكم، اسمي شمس. أهلا وسهلا فيكي يا هلا. أهلا فيك. أنا لي طلب عندكم بس شوي غليظ، معليش؟ طبعا تفضلي. أنتوا في عندكم راوتر ما هيك؟ راوتر إيه عنا. طيب شو رأيكم إذا رفعنا السعر على الضعف ودفعت معكم نص الاشتراك وصرت أشتغل معكم على الراوتر، في مشكلة؟ لا يا بد الناس لا، أنت جارتنا، جارتنا مش عارف من شواربنا ولو. يعني يا ريتك يا أبو الشباب، أنت سكرت الباب ووشي وما قلت هالجملة. لكان أنا صبية طول بعرض وخريجة جامعة بطلع معك شعرة. متلات واخذين، هاد زمان وآكل ضربة على راسه ولساتها مأسرة فيه لهلا. ما تاكلي هم من النت، محلولة القصة. لا أنا باينة المرة انحظيت بجيلة كثير ظريفة. يلا سلام. طيب عمهلك ما بدك كلمة السر؟ ومولا ترفع السرعة بالأول؟ لا عادي، نصبر لأول الشهر ما في مشكلة. لا ما بدي، بكرة كل ما علق النت باكل إشي مسبب باردة. من هالناحية لا تاكلي هم جارتنا، من سبع القرش اللي عاملين هاشو نايف للكبد، أنت ما دخلت. سجلي عندك كلمة السر. زينب 96 حبيبة روميو اللي واقف مقابيلك. شكرا يا مزوق، يلا باي. أيوة ونحاول لا تكذب لأنه ما لا تبلى المراجل من بعدكم، شكرا لكم كلياتكم. أنا قديش شفت عالم قليلة ذوق بحياتي بس. عرفني، شكرا بدلك ياهو.